مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. من بعد سلسلة الزواج، نور ستارز حضرت سلسلة جديدة حكت عنها أنها حتكون كيوت، وتعرفنا من خلالها على بيتها أكثر، حيث أعلنت نور عن السلسلة بهالصورة اللي بتظهر فيها بلون شعر وردي ومختلف عن هذا، وأكيد كان لون الشعر واللوك كتير كيوت. وبعدها نشرت عدة مقاطع على التيك توك بنفس اللوك. قالوا لي اضحك للدنيا تضحك لك، انا ضحكت لها قام ضحكت علي، ضحكت الدنيا ضحكت علي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل اكثر.